السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أسعد الله أيامكم. طريقة تجديد فسائل النخل: تحفر تحت الفسيلة 20 سنتيمتر وتنظف الجذور، وترفع التربة، بعدها تدخل السطل مثل هذه الطريقة، وتدفن تحتها الرمل تحت السطل حتى ينتبه مقدمة السطل، بعدها تعبي السطل مستقلة إن شاء الله بعد سنة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.